يا هلا واولى اخبارنا. ضمن فعاليات منطقه كومبات فيلد في موسم الرياض 2021 كانت العروض الحيه حاضره بقتال الروبوتات العالميه وسط اجواء مليئه بالاثاره والحماس. دعونا نتابع هذا التقرير للزميل فيصل الملحم. شرفتونا اول شيء اليوم في الكومبات فيلد، تحديدا في منطقه قتال الروبوتات العالميه. واحده من اهم الفعاليات الموجوده في الكومبات فيلد، لان جابوا روبوتات تقاتل في الصين، في امريكا، في اليابان، المملكه المتحده، وحامله القاب اليوم تتقاتل في الحلب اللي صممت في المملكه العربيه السعوديه. 10 روبوتات كلها حامله القاب قاعده تتقاتل، وما في الا روبوت واحد قاعد يطلع منها الحلبه هذه. فكل يوم يصلح اللي قاعد يخرب. زي ما انتم شايفين وراي العالم بعد الشو تونا مخلصينه، كان جدا رهيب، تكسرت الحلبه من الداخل بس بنشتغل عليها الليله ونخلصها. فخور سعيد جدا ان اليوم مثل هالايفنتس اللي نشوفها بنتفلكس ونشوفها باليوتيوب وعلى التلفزيون موجوده عندنا في مملكتنا وتحديدا في موسم الرياض. انا احلى واحد عجبني هو جانري، اكيد يفوز. والله شيء جديد ما قد شفته مكان هنا. ما قد شفت مصارعه من قبل، يعني ما قد شفت بين شخص انسان، اول مره اشوف مصارعه قدام عيني، يعني بس اشوف بالتلفزيون كذا وانا مبسوطه الحين. فعليه جميله، وانا الصراحه انا والولاد مبسوطين جدا الصراحه، يعني انا ما كنتش متخيل الحماسه والشيء الجميل اللي احنا شايفينه، حاجه روعه يعني. الحين احنا قاعدين نشوف من يبي يفوز الحين، ابغى الروبوتات هذول يعني من اقوى، فخلينا نشوف من يلا يكسر احسن. استمتعت صراحه باللي صار، قتال مره كان قوي باجهزه ثقيله مره، لكن من قوه القتال قاعد الواحده ترفع الثانيه. استمتعت مره في القتال، وان شاء الله راح نجربها كمان في الحلبه الثانيه ان شاء الله. العافيه، ما قصر على الفعاليات الحلوه،